ازيكم يا جمهورية ابو سليمان؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. قبل ما نبدأ الفيديو ده احب اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. عملنا الزينة بتاعت رمضان، طبعا حبيت اشارككم. وكمان عملت تحت عند باب المحل، عملت زينة مخصوص علشان جمهورية ابو سليمان برضو لما تنورني في رمضان. شغالين طول شهر رمضان ان شاء الله، واول يوم اجازة. للعلم يا جماعة، أول يوم أجازة، أول يوم رمضان أجازة، وتاني يوم رمضان هنفتح قبل الفطار بس. يعني أول 4 أيام بعد الفطار يعني هيبقى أجازة. بس لو حد عايز حاجة إن شاء الله يكلمني على الواتس. جبتلكوا مكنة مرسيدس حرفيا ملهاش صوت خالص خالص، يعني بسم الله ما شاء الله. المكنة دي فعلا ناعمة جدا، زي اللي احنا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت. لما تبقى المكنة يوزد بالحالة دي يا جماعة، يبقى الحاجات دي عند ابو سليمان. يعني انا بصراحة ببقى مبسوط جدا. دي كده لقطة اتكلم عنها، المكنة دي موجود منها جديد بالكرتونة، مكنة نص كمبيوتر مع شهادة ضمان برضو، عشان لو حد عايز برضو هيكتب لي على الواتس. برضه حبيت اعرفه يا جماعه، في مكان برضه صناعي بس جديد يعني حاليا، واللي عايز يوزد برضه يكلمني. يعني انا طبعا تحت امر كل الجمهور اللي متابعني، ناس لسه داخله القناه جديده. هعرفكم، احنا في 14 شارع رواية خلف مول صدناوي اللي في العتبه، معرض سليمان. المعرض بتاعنا اليافطه من بره هوريها لكم، برضه هوريكم الزينة اللي احنا عملناها على باب الشارع. وعندنا علم، العلم ده يا جماعة كعلامة ان انتوا تعرفوا ان انتوا موجودين كده قدام محل ابو سليمان. ده العلم اهو، ودي واجهة المعرض، دي الزينة اهي. وانا حبيت اشارككم، شايفين طبعا الزينة شكلها جميل جدا. كل سنة وانتم طيبين. لو عجبكم الفكرة دي اضغطوا لايك للفيديو. هعرف من عدد اللايكات ان اللي احنا عملناه ده برعاية ابو سليمان. ده المعرض اهو. طبعا احنا الشهر ده بنستناه كل سنة، وشهر كريم يا رب ويعود علينا بالخير واليمن والبركات. وعلى فكرة يا جماعة، يعني برغم اي ضغوطات بتبقى الناس مضغوطة او زعلانة، والله العظيم فعلا راحة نفسية، وبنحس ان احنا كل حاجة بتقضى معانا في الشهر الكريم. مش بقول كده عشان حاجة، انا بقول كده دي حاجة فعلا كل الناس واخواتنا المسيحيين برضو، ناس كتير جدا بعتولي كرسان طيب رمضان كريم. احنا بنشاركهم في فرحتهم، هم بيشاركونا وهيصوموا معانا ان شاء الله السنة دي برضو. كل سنة وهم طيبين. بشكر كل الناس اللي كتبت لابو سليمان كل سنة وانت طيب. اسف طبعا انا خرجت على المحتوى، بس علشان احنا خلاص داخلين على شهر كريم، في اسعار جميلة جدا بدءا من النهاردة لحد اخر رمضان ان شاء الله. يبقى احنا النهاردة صاحبة الفيديو بتاعنا المكنة المرسيدس، معاها ضمان 3 سنين، معاها هدايا بزيادة، معاها ابر ومواسير ومواكيك والزيت طبعا. المكنة دي لو ركب لها الجهاز اللي بيعمل زجزاج وتطريز واوفر، صوتها ناعم. فلما تركب اي محرك زيادة في الحتة دي والمكنة صوتها ناعم، فده بيعمل يعني بيعمل حاجة جميلة، يعني تخلي اللي قاعد على الحاجة شغال عليها. طبعا احنا يهمنا المكنة تبقى ناعمة وما تكسرش ابرة وما تقطعش خيط. المكنة دي عزيزة عليا جدا، وبتاعت حد مشهور جدا جدا، بس طبعا مش هقدر اقول اسمه. بس طبعا جه وشرفوني في المعرض وانا كنت فرحان بيهم جدا. هنقفل الفيديو، وفي رمضان شغالين فيديوهات ان شاء الله كل يوم، المعرض مفتوح. مواعيد رمضان ان شاء الله هقولها لكم الفيديو الجاي او اللي بعده. بس احنا اول 3 4 ايام كده بعد الفطار ممكن نبقى قافلين، يعني او اول 3 ايام. بس من تاني يوم رمضان هنبقى فاتحين من قبل الفطار. اللي عايز يجي يا جماعة في رمضان بالذات يحدد معايا ميعاد، لان بيبقى عندي ضغط وعندي كذا حاجة،
وبتضايق جدا لو حد جه ما لعنيش، بحب اشوف كل الجمهور بتاعي. كل سنه وانتم طيبين، جمهورية ابو سليمان، ورمضان كريم عليكم. استنوني الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله.